سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والكرم، سبحان ذي المجد والنعم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، سبحان من قدر الأمور، سبحان من علم هواجس الصدور، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، وفتياتنا وفتيات المسلمين، واجعلهن طاهرات عفيفات لربهن طائعات، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعات، وبالصحابيات مقتديات.
هاديات ومهديات غير ضالات ولا مضلات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنك ترى من حالهم ما لا نرى، وتسمع من أنينهم ما لا نسمع، وتسمع من شكواهم ما لا نسمع. اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف 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 ما نزل عليهم من البلاء. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم كن له عونا في كل ما أهمه، واجمع به كلمة الأمة، وانصر به الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. ووفقه ونائبيه وأعوانه لكل ما تحب وترضى. اللهم اجمع به كلمة المسلمين، ووفق المسلمين في كل مكان للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا. اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. نطرق بابك ونستمطر رحمتك. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة. ما عصيناك إذ عصيناك، ونحن بعذابك جاهلون، ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا. فعصيناك بجهل، فعصيناك بجهل، وخالفناك بجهل. ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك. ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك. نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله، وجئنا ببابك تائبين فاقبل توبتنا يا الله.
اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام، واكتبنا ممن يوفق لقيام رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا، وممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وربنا رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.